بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب في أحكام الحيض والنفاس. باب في أحكام الحيض والنفاس. قال: أولا الحيض وأحكامه. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا جماعة انظروا جمال هذا الدين وجمال هذه الشريعة، حتى ما يتعلق بأحكام المرأة الشخصية يذكر في هذه الشريعة، بل يذكر في كتاب الله. تعالوا لأي كتاب حتى سبق، لا يوجد فيما سبق في تاريخ الأنبياء جميعا، لا يوجد شريعة يقال عنها شريعة للحياة. وهذا ليس المقصود بتنقيص من قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استغفر الله، وإنما المقصود أن شريعة الإسلام جاءت بأكمل نظام، أكمل نظام. النصارى يا أخوانا إلى هذه اللحظة في تقسيم المواريث يأخذون من الشريعة الإسلامية، ما عندهمش قانون، ما عندهمش قانون في بلادنا هنا وفي أوروبا، ما عندهمش أي قانون ينظم مسألة المواريث. نعم. قال: والحيض هو دم طبيعي، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم. دم طبيعة وجبلة يقصد بماذا؟ إنه ليس دما عارضا، ليس عارضا يعني ناشئا عن عارض، شيء عارض يعني مرضي أو نحو ذلك، إنما هو دم طبيعة وجبلة، يعني هو شيء ملازم مصاحب للمرأة على أحوال يأتي الكلام عليها. قال: يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة، وهي غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء. وإن كان في الحقيقة بعض الـ يعني بعض الـ يعني الأبحاث الطبية تنفي ذلك، بعض الأبحاث الطبية تقول لا ده شيء وده شيء، لكن أيضا هناك أبحاث طبية تقول نعم ده صحيح، إنه دم الحيض غذاء للمولود في أثناء الحمل، غذاء للمولود في أثناء الحمل. قال: فجعل الله له هذا الغذاء، لذلك قل أن تحيض الحامل. يعني الحامل من علامات الحمل حتى في عرف النساء أنها ينقطع الإيش حيضها، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثديها، والله على كل شيء قدير، ليتغذى به ولدها. ولذلك قل أن تجد أن تحيض المرضع، أيضا تجد المرأة وهي بترضع لا تحيض في الغالب. نعم. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد على ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع. وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. قال: من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، اتركي يعني الصلاة، فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ورسوله. فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومعلوم الحكمة أن الصلاة أمرها يشق لأنها دائمة،
أما الصوم فيقضى لأن الصوم مرة واحدة في العام. قال: ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، يعني يحرم على الحائض الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة. لكن مسألة فرعية، يجوز للحائض الطواف في مثل ما ذكر العلماء، يعني هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا كانت عليها طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة أو الزيارة، وضاق الوقت وتخشى فوات الصحبة، فيجوز لها عند ذلك شد ثيابها والطواف. نعم. ولا تقرأ القرآن أيضا، بيقول لا تقرأ الحائض القرآن. الراجح أنه يجوز لها قراءة القرآن، الراجح لها جواز قراءة القرآن، وذلك لأن الحديث الذي استدل به المانعون حديث ضعيف، لا يقرأ القرآن جنبا ولا حائض، فهذا حديث ضعيف لا يحتج به. وعلة كذلك الجواز، أو يعني من دواعي كذلك تقوية القول بالجواز، أن لا دليل على المنع، ثم إنه يخشى على الحائض النسيان، يخشى عليها النسيان، كيف لا تقرأ القرآن أسبوع أو أكثر. نعم. قال: ولا تجلس في المسجد، يعني يحرم على الحائض الجلوس في المسجد، وهذا عليه جماهير أهل العلم لقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالحائض حدثها أكبر من الجنب، حدثها أغلظ أشد من الجنب. نعم. قال: ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى الاعتزال ترك الوطئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا لما سأله الناس عن ما تفعل اليهود، فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كاملا، لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يضاجعونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. والمقصود بالنكاح يعني الوطء في الفرج، الوطء في الفرج. نعم. قال: وفي لفظ إلا الجماع. قال: ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج، كالقبلة واللمس ونحو ذلك. وهناك قول عند بعض الفقهاء إنه لا يجوز ما بين السرة والركبة، والراجح الجواز إلا الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. من أتى امرأته في الحيض، من أتى امرأته في الحيض، فمختلف أيضا في الكفارة. فطائفة من العلماء قالوا عليه كفارة لما روي عن ابن عباس، أو لما ثبت عن ابن عباس، قال: من أتى امرأته في الحيض فعليه كفارة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث أو هذا الخبر من يعني قال به يرفعه أو يقول هو في درجة المرفوع، أو هو في حكم المرفوع، في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن رده، رده من جهة السند، أو رده من جهة أن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وهو اجتهاد من ابن عباس. نعم. قال: ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إذا أراد أو إن أراد. وتحت يعني تنبيه أو احتراز، ويقع الطلاق
على قول جماهير أهل العلم ويقع الطلاق، يعني إذا طلقها في الحيض وقع الطلاق على قول جماهير أهل العلم. نعم. قال والطهر هو انقطاع الدم، فإذا تطهرن ما هو الطهر؟ قال هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت. وانقطاع الدم له تحقيق معين، وهو أنه لا يوجد أثر للدم، لا يوجد أثر لهذا الدم، فإذا وضعت المرأة القطنة تخرج بلا أثر، أو ترى القصة البيضاء، إذا القطنة تخرج إما بغير أثر أو أنها ترى القصة البيضاء، وليس كل النساء يرين القصة البيضاء، فمن ترى القصة البيضاء يكفيها ذلك، لأنها دليل على الطهر. قال وانتهت فترة حيضها فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر قدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وغيره، وله حكم الرفع لأنه تقدير منه صلى الله عليه وسلم. إذا رأت بعد الطهر صفرة أو قدرة، انتبه، فرق بين إذا رأت مع الحيض صفرة أو قدرة، وإذا رأت بعد الطهر صفرة أو قدرة. أي دم متصل بالحيض فهو حيض، أي دم متصل بالحيض فهو حيض. أما إذا رأت الطهر اللي هو المحقق اللي قلنا إما الجفوف أو القصة البيضاء، فأما إذا رأت الطهر ثم بعد ذلك رأت صفرة أو قدرة، والصفرة والقدرة الدم يكون أخف من دم الحيض، يكون أشبه بالماء الذي خالطه الدم بلون أصفر أو لون أحمر، إذا رأت ذلك بعد الطهر فهذا ليس بحيض وإنما هو كالاستحاضة. نعم. قال تنبيه هام، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، المسألة في الحقيقة اللي هيذكرها دي هي مسألة خلافية، الأرجح خلاف قول الشيخ. قال تنبيه هام، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، على فكرة كلمة هام دي كل ما أقرأها بتذكر يعني شخص ما، يعني ربنا يهدينا ويهدي يا رب، يعني أساء إساءات عجيبة الشكل إلى الشيخ ياسر برهامي، وهو بيفند الراجل يعني على هو على على يعني تصنيفه، يعني بيفند كتاب منة الرحمن، فوقف بقى مع كلمة تنبيه هام وقعد يطعم في الشيخ وإنه ما بيعرفش لغة عربية ومش عارف إيه والكلام ده كله، والنهام هذه ليست يعني في محل لغة عربية صحيح، وإنما الهام من الهوام ونحو ذلك. طب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وادي الشيخ الفوزان قرأوا في كتبهم هتلاقوا استعمال كلمة هام دي كثيرا في كلامهم رحمهم الله تعالى. قال إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. هو هذا القول مقتضى، المرأة مثلا طهرت الوقتين اللي قبل الطهر تصليهما، الوقتين اللي قبل الطهر تصليهما، يعني إذا طهرت المرأة قبل الغروب يبقى صلاتين بتوع النهار تعمل إيه؟ تصلي لهم الدور والعصر. الحقيقة الأصح والأرجح إنها يلزمها صلاة الإيش؟ العصر، لأن وقت الظهر قد انقضى وانتهى. هو ما أصحاب هذا القول بيقولوا لا، الظهر باقي للضرورة مع العصر. ففي الحقيقة يعني هذا الكلام اجتهاد لا دليل
عليه، والظهر إذا فات وقته انتهى بالنسبة للحائض، لأنها في وقت الظهر لم تكن ملزمة به، لم تكن ملزمة به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد: إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء. كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة بن عباس. لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. وأما إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، صورة المسألة دي الظهر أذن، الظهر أذن، المرأة مثلا بتصلي الظهر مثلا، تعودت إنها تصلي الظهر بعد ساعة مثلا، أو إنها مشغولة في أمور بيتها فقالت سأصلي بعد قليل ساعة أو نصف الساعة، حاضت، هل يلزمها قضاء صلاة الظهر عندما تطهر؟ هذه المسألة. قال: وأما إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. والحقيقة هذا هو القول الراجح بالفعل، إن هي لا يلزمها لأنها لم تترك الصلاة تركا يكون فيه لزوم القضاء، إنما كان لسه الوقت المباح، لسه الوقت المباح. لكن في الحقيقة نقول خروجا من الخلاف تصلي هذه الصلاة، خروجا من الخلاف لوجود الشبهة وهي أنها أدركت وقت هذه الصلاة. طيب، حتى لا نطيل عليكم نقف على أحكام الاستحاضة. قال ثانيا: الاستحاضة وأحكامها نتركها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.